مروان عشان دوبك خلفتك هي المشكلة. كل ما اخطب وحدة اهلها يرفضوني. حسن ايش جميل جون واحد مثلك هل هو كيف؟ ايش ما ادريني ايش ما ادريني ناس ما عندهم نظر. زين هم ما يقولوا لك ليش يرفضوك؟ شو السبب؟ لك السبب؟ يا معود اسكت وخليها على مها دارس عليك وبعدين يقولوا لي ها ليه يقولون عنك اقمرجي وعرجي. عرجي ايش في علي قول اقمرجي مو احسن من تسكع بالشيخانات وشرب الشاي ولعب الطاولي. اقول لك انت ليش مدوق نفسك؟ عمي روح جيب لك مره من العراق وفهد العراق. طبعا انتم ما تفهمون البنات هناك طالع عيونها ويستنقون بكيفه بس البنات هناك يرضون باي شيء بس حتى يخلصون من العذاب والقهر. يعني هذا رايك؟ طبعا هذا رايي. قبل سنتين جبت مرتي من العراق وش حدا يحكي بس يحكي اقول راجع في العراق فتنشب وتسكت اروح اجيب كيفي ما تفتح عليك هاد كلمه واحده. بس يا سامي مو هيك خطيه. لا تقول خطيه سنقول لا تقول خطيه. النسوان هنا مو مال احترام بس تحترمهم يتسلطون عليك. الاحسن انك تكتم على انفاسهم ما تعطيهم فرصه واحده يفك حلقهم كلمه واحده. لا يا حبيبي سامي مو كل اصابع ايدك سوال. اخويا وياما نسوان زينات ولازمين ظهور ياجيلهم شايلين بيوتهم على فوق الراحه. اقول لك سرقون شو انت جاي تفلسف علينا. تقول عم يقوم قوم خلينا نرقص يلا قوم يلا وهو ماكو ودور عليه وين عين النيار
يا ربعي كلكم عيدني عليه من 3 الفجر وانت ماكو؟ وين صار؟ قل يا حلو لين الله جابك؟ قل لي يا حلو ولك مو ولد قلبي، ولد قلبي من الخوف علي من عذابك، ولك ساعة 3 الفجر تقولك وين تنتظرني قلبي. وبعدين خوش موضة جديدة دق التليفون عليه العشيلة، ولك ليش ما شلت التليفون اللي قلت عليك هذا؟ مجانا تلفة موسيقى عالية. ولك يا اخوان ولك كافي تكونوا عارفة دامون الليالي. ولك مو انت تدري انا ما عندي احد هنا بالدنيا، ولك انت سندي ماما، انت سندي هنا، ولك انت شنو هالروتين القاتل؟ يوم بيت الفرد يجي يبدل يسبح يطلع للاصدقاء يروح للقمار يحذف فلوسه كلها بالقمار. ايش وقت راح افرح بيك؟ ايش وقت راح اشوف جهالك؟ تفرحي بي؟ اصلا منو يقبل ينطيني مره؟ طبعا منو يا ابن المخبل اللي قبلته مثل واحد انت سكير وقمرشي؟ شو تجاوبني؟ على العموم أنا راح أجيب أحلى مرة قريبة. أحلى مرة؟ أنت صدق لا تحكي؟ شلون؟ راح أروح، أنا قررت أروح للعراق وراح أجيب أحلى مرة ديلوكس بالباكيت. أنت راح تجيب فلوس المصاريف والسفر والإقامة. هاي بسيطة لا تعقدي الأمور. راح أخذ لون، وإذا ما تعرفين يعني شنو اللون يعني قرض من البنك. لك مو هذا القرض الرابع، لك راح تهجم بيتنا. لك انت ما تقول لي انت شكلك ايش راح يبقى من راتبك؟ لو ما ليش حكومة الطيارات لكان انت من الجوع، لك تقابل عاد تغير من حياتك مو راح تدمر مستقبلك. لك هاي مو عيشة ابني، مو عيشة. لا تاخذيها للامور. فاليوم فاليوم راح يضرب الحظ وياي، راح تحل الماكينه بالقمار. لك ليش صرت هيجي يا ابني؟ وراح اربح مليون دولار. لك ليش صرت هيجي يا ابني؟ وزنقت وهذاك الوكيل وين علينا وين علينا؟ كل العالم ينذلون قدام فلوسي. ويلي ويلي على حظي، ويلي ويلي يوم ويلي. لك شنو انت؟ يوم من يوم اللي ترك ابوي البيت وعافنا وعافنا وراح سافر لغير ولايه وتزوج، هاي تعلمت وادركت انه شقد الحياه ما تسوى. أبويا حتى راح ما فكر يسأل على ابنه إيش محتاج إيش ما محتاج. راح بس جاء هذا الموضوع على بالي. جاء هذا الموضوع ذكرك فيه بس العلمك أنا ما ألوم أبويا، أنا ألومك أنت. أنت اللي ما في يوم سمعتك تقولي له كلمة حلوة، ما سمعتك تقولي له كلمة طيبة. كان يجي رجال من الشغل تعبان، وكنت أشوفك وقفت له باب الشقة وبيدك كيس الزبد في لهاك لبك. كنت اشوفها يباوح عليك بمرارة وحسرة. ما بد يوم اذكر
قلت لك انك الله يساعدك. جنتي بس تتعاركين وياه تاخذين منه تعطي له ليش؟ وين مهلك؟ وين مهلك؟ اللي صرفت عليهم فلوس تعب ابويا. ما حد يسأل علينا، ما حد يوم يسأل علينا. تسأليني ليش يصرف؟ لا تسأليني، انت دمرتيني، انت ما ورطتيني، انت خليتيني اعيش بدون اب. هج وشرك من وراك. انت سمعه، انت سمعه بالليل يقول لك كافي كافي يا مره، مواني باقي على مود الولد. وجنتي تتعصبين تتدمرين وتدردنين الى ان هج الرجال راح وما رجع. واني انا كبرتك وحدي، انا كبرتك وحدي وتعلمت تقمار من ظلمي اللي هو الغش. لا تقولي لي ليش انصرت، لا تقولي لي. وطيته ونهي حتى ينام ونام وما عنده فارغه حبيبي.
كم مرة قلت لك لا زوجية من أرجع للبيت؟ كم مرة قلت لك لا تفتحي لك مواضيع وياي؟ أنت شنو حجر؟ لا والله أنت اللي قلبت حجر. شنو؟ أنا؟ مرة ثانية ما تعلي خمسة علي افتهمتي؟ سؤال آخر زمن. شنو هاي الدموع؟ قولي لي اني مثل اخوك. سامي تعالك وياي اطلع من البيت حتى ما نعطيه فلوس اشتري حليب الماما. لا لا ما يصير هالشيء هذا. ترى راتبك ما سنتر لينك. هذا يا راتب ليش انا شايف كرات البيت لحد هاي الاحمر؟ انا ما اعرف شلون يكون لونه او شكله يسحب كل رواتبنا ويروح يلعب بيها الاقمار وما ينطيني ولا فلس. مرات من يطخ بعقله يشمرني فد 100 دولار على النيل وهذا يكون ربحان بالاقمار. ولو مساعدات الانسانيه من ضمن المنظمات كان متنا انا وابني من الجوع. لا 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 مو خوش حكي هذا. اكو ناس ما تقدر قيمه الجمال حقيقه هالدنيا هذه. هذا مبلغ بسيط انه ما مولد. لا اخويا لا اخويا انا وارد انا وارد. هذا معود احنا هل مثل هال اكيد انت تخبلت وراح تخبلني بهاي الشبوكه اللي مالي
سوي هالبخت هذا وغيرها انا وكمر يا سوي هالبخت والله ماكو حق فرحه طايره من طيب الطير الله ولا حل يا ربي بس انا قعدت في الصبح اليوم متفائله وريدي اليوم لازم افرح انا اليوم لازم افرح بلكي هسه يسويها البخت ولد الكلباب شو تقولون الليموزين مال احراس ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك واه نسيت اكل شويه وعندي عندي اربع بيوت ملك صار وانا اليوم يا خاله على مود انطيك اياها من اخرها انا جاي على مود اطلب ايد بنتكم الحلوه ماريانا يوم هاي مريضة يوم ما يسولف وما يجرالك اللي تريده يا معودة كل البنات في استراليا يتمنوني بس أنا وأنا قلت لا لازم آخذ بنية من العراق لازم آخذ وحدة يعني عليك هاي المرجية منك لازم آخذ وحدة تعرف تقاليدنا وصولنا بعد شلون عفية عليك يوم ما عفية عليك بس انت تعرف البنات من جاب طار السواد يعني تعرفن شوية المستحى والخجلة يعني تعرفن انت ما يصير خاطرك انه طيب هسرحتين انتي تعرفين انا حب يوسف هو خطبني منكم بس انتو ما رديتوا عليه وانتي من كل عقلك تعرفين هذا المليونير وش
قاهوي. ديانا شنو هالاصوات الهلاك اللي ببيتهم وياك؟ شنو قاعد يصير؟ يوسف اقول لك شيء بس لا تقرر. مريانا مريانا خطبت. شلون؟ والواحد جاي من استراليا. بس مريانا هي خطيبتي. لا لا مستحيل.
نغش نغش. ما عرفت سام. سام 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 سام. هاي برادر. I tell you, I will pay soon. I will pay soon. Listen, I'll give you 2 days only. And trust me, better kiss your family goodbye for that pay. Okay? Okay. Sami, هذا شنو يريد؟ شنو يريد؟ صابرينا، أنا غلطت غلطة كبيرة. قبل اسبوع ظليت العب قمار، ظليت العب قمار وداينت فلوس من هذا الرجال وخسرت ووصل المبلغ 10,000 دولار. 10,000 دولار صابرين خسرت 10,000 دولار يا ظالم، واحنا حتى ما عندنا اكل. صدقيني صدقيني صابرين، من ذاك اليوم انا بعد ما رحت للنادي وما لعبت قمار وقررت اتغير. قررت اتغير بس الله يخلصني من هذا الدين، يخلصني من هذا الرجال، لان هذا الرجال شراني. صابرين وما يخاف الله، ما يخاف الله، ما يخاف الله. أرجوك سيد باسل، شنو كلمة يا حلو؟ أرجوك تحسن ألفاظك وياي. مع الأسف أنا أريد أساعدك. وإن شاء الله ساعدني. سوري أنا مو قصدي أتصدق عليكم، بس أنا ماشي سمعت سامي يقول لك على 10,000 دولار اللي مداينها. شفت الورطة الكبيرة اللي وقعنا بيها؟ كلش بسيطة ولا يهمك. أنا عندي الحل. صدق سيد باسل؟ شلون؟ أنا سمعت سامي يقول لك هو راح يتغير إذا انحلت المشكلة بيصير آدمي. أنتي بيجيك الحل. أنا؟ إي نعم أنتي. شلون فهمني؟ صراحة صابين أنا معجب بيك هواية. من يوم جيت من العراق أنا أفكر بيك، وايد أفكر بيك. أنت صدق ما تستحي، أطلع معك. على كيفك على كيفك. أنا مستعد أنا أحل مشكلة 10,000 دولار بساعة واحدة. بس ما أقدر ما أقدر أروح عليك، ما أقدر. صدقيني حياتك راح تتغير. بتعالي معي.
أني أحترم زوجي وأعرف أنه هو من ضيق حاله وصعوبة شغله أحياناً يكون عصبي علينا وهو ما قصر وبصراحة هو يغار علي هواية وهي هاي مشكلته الوحيدة. أني ما مقتنعة بهذا الكلام باني ما مقتنعة لهذا السبب من اطلقت لحد الآن أشعر حرية وسعادة مو طبيعية. وبعدين بان القانون هنا ويا المرأة أصلاً سمعي أخذت 70% من أموال زوجي السابق وصرفتها على أهلي وعلى سعادتي. وشنو فائدة الفلوس يا وفاء؟ أشو ولادك الثلاثة تربوا بدون أب، واحد منهم مسجون والثاني مدمن مخدرات والثالث ما حد يعرف وين راح. هذا كان اختيارهم بان، هذا كان اختيارهم. المهم أني سعيدة متونسة وما أخضع. سمعيني، ما أخضع لأي رجل يقول لي وين رحتي وين جيتي. وبعدين عيني انتي بعدك حلوة وصغيرة وميت واحد يتمناك. وفاء انتي صديقتي وأني صريحة وياك. وينهم هذول كانوا يحومون حواليك من جنتي صغيرة؟ وين صاروا؟ والمرأة كل ما تكبر كل ما يبتعدون، وانتي تعرفين قصدي. لا ماكو تشيبان، ماكو شي. ترى أني بعدني حلوة وصغيرة وأجلد، شفيني؟ بس هم شو تقولي لهم؟ هم رجال خوانين ما يعرفون شنو معنى الوفاء. وفاء أني أختلف وياك. الحياة عندي ما تسوى أقدر بالإنسان اللي يشتغل ليل نهار حتى يوفر احتياجاتنا بالبيت. بان بس المرأة مو بحاجة بس للفلوس. المرأة الشاطرة تقدر تخلي حياتها جنة بالأسلوب اللطيف بالتفاهم، تقدر تغير حتى الحجر وتخليه ذوب. هاي بعد انت كيف جبان؟ اي هاي شكرا صارة كئيبة، انت متغيرة صارة كئيبة. لا وفاء اني مو كئيبة، اني انسانة ملتزمة والحياة قصيرة والمبادئ اللي تعلمتها ببيت اهلي ما تسمح لي اكون العشرة حتى لو زوجي غار ويشق علينا، لانه يا صديقتي العزيزة المرأة الخاينة راح تسيء للي ربوها. مبادئ؟ مبادئ؟ ضحكتيني، الله يخليك مبادئك عيوني. سؤال يا وفاء، عندي سؤال إليك، قولي، أنتِ هسة سعيدة بحياتك؟ سعادة؟ يعني شنو سعادة؟ قولي لي شنو يعني سعادة؟ كل اللي كانوا حواليك راحوا، لأنه الشيء اللي رادوه أخذوه، والمرض لازم تكون غالية على نفسها قبل ما تتقدم على أي خطوة. ما يهمني، سمعيني بان، ما يهمني. إذا يروحون يجون غيرهم. وإنتي، إنتي وين كيانك؟ وين قمك؟ الكلام اللي دار بينك وبين وفاء واكتشفت انه انت انسانة عظيمة واني ما اقدر اعيش من دونكم.